سبب تحريم الجريمة طبعا ما لها من أثار سلبية وعواقب وخيمة على الفرد وعلى المجتمع، وانتهاكا لحقوق الله تبارك وتعالى، واعتداء على حقوق الأفراد، وتساهم في نشر الرذيلة والفساد في المجتمع وانحلال النظام، ويسود الخوف والرعب. لذلك كان لابد للإسلام من محاربة الجريمة وأن يقف أمامها وأن يعالجها بشتى السبل والطرق، حتى ولو كان ذلك بالعقاب الشديد الزاجر للمجرمين، والذي يرضع أيضا غيرهم من أهل الأهواء والنفوس المريضة. يعني بيقطع ليش يد السارق مع أنه بالإمكان أن هو يتركه ويتوب؟ هو في الحقيقة ضيق جدا فكرة القطع، ضيق عليها في كم المسروق، ضيق عليها في ظروف السرقة. حتى لو واحد سرق من شارع مثلا أو من مكان مفتوح لا يطبق عليه الحد، لو واحد سرق باستغفال المسروق منه أو بالنصب عليه لا يطبق عليه الحد، مفهوم؟ إنما يسرق من حرز شيء مقفول وتتجاوز القيمة عليه ويكون ليس هناك فيه شبهة له. يعني لو الولد سرق من أبيه لا يعاقب بالقطع، لا يعاقب، والعكس أيضا نفس الشيء، أنت ومالك لأبيك والزوجة وهكذا. حتى الذي يسرق أيضا من بيت مال المسلمين لا يعاقب بالقطع باعتباره له جزء من الحق فيه وهكذا. فمش موضوع مش بسيط ولا كذا، حتى نفس الشيء في أي عقوبة أخرى، يعني من العقوبات الشديدة الرادعة القوية، يعني ها كالرجم وما يشبه ذلك كلها لها شروط برضو قوية يعني. وفكرة الإنكار نفسها بالمناسبة، ولذلك في واحد جاء لابن مسعود رضي الله عنه له بسارق، فقال له أسرقت؟ قل لا عشان يوجد له مخرجا عشان لا يقطعه بهذا، بل ممكن يعاقب بشيء آخر، لكن على فكرة القطع نفسه. فالشاهد أن أثار السلبية العواقب الوخيمة على المجتمع لو تركنا الجرائم هذه مصيبة كبيرة جدا، ولابد من الحسم والحزم في هذه الأمور حتى تكون الحياة الاجتماعية حياة صحيحة سوية وسليمة. والجريمة في الإسلام ما حرمه الإسلام من فعل أو ترك وعاقب عليه، يعني عندما يكون التحريم وعندما يكون العقوبة. طب ما احنا الغيبة محرمة لكن ليس عليها عقوبة، هي هنا لا تعد جريمة بهذا الوضع، تعد معصية، مفهوم؟ أو طبعا تجتمع على لسه بتكلم على الوضع الحالي، يعني عشان والا صارت مشكله ضخمه اخرى انه كل واحد يضرب واحد يقول لك اغتاب امامي عمل كذا يعني وهكذا. يعني اذا الذي حرمه الشرع وعاقب عليه سواء كان عقوبه بقى حاليه دينيه او دنيويه او كذا، ويشمل على اضرار محققه بالفرد والمجتمع، وأيضا تتمثل في المساس بالضرورات والحاجيات والتحسينيات. إذن الجريمة هنا تمس واحدة من هذه الثلاث. الضروريات ما لابد من القيام بمصالح الدين والدنيا به، إذا فقد اختل نظام حياتهم ولم تستقم المصالح وعمت فيهم الفوضى والمفاسد. والضروريات تشمل الدين، النفس، العقل، العرض، المال. يبقى هذه الضروريات. يبقى إذن الضروريات إذا مس أي شيء من ضروريات الحياة هنا في عند الإنسان أصبحت هذه جريمة، تمام؟ واضحة. هي مس دين الإنسان، وهذه يعني مع الأسف صارت أقل الأشياء التي أقل الجرائم التي يعاقب عليها الناس فيما بينهم حاليا، أن واحد يمس دينهم شيء غريب مع أنه أول واحدة في الضروريات. فهم؟ ثم النفس، طبعا طبيعي الواحد يعتدي على نفس إنسان أو يعتدي على مالي أو عرضي أو كذا، كل هذا إيش؟ والعقل طبعا أن يؤدي إلى ضياع عقل إنسان، وهذه جزئية برضو أخرى. إذا احنا نفصل بقى فكرة العقل هنا، المقصد طبعا مثلا شرب الخمور وإشاعتها وكذا كل هذا، أو شرب المخدرات وأي شيء يؤذي العقل، لكن في هناك عقل آخر بقى، فكرة العقل التعقل، العقل الإدراك، العقل الفهم، العقل المصلحة، مراعاة المصالح، هذا جزء من الاعتداء يمس الفكرة طبعا. لكن ما نستطيع ان احنا ندين واحد يتلاعب بعقل الانسان او يعمل له غسيل مخ وما يشابه
بشكل واضح إلا بأدلة يعني في الأمر المدانة، لكن لو تعرض للاعتداء المادي على العقل يعني هناك اعتداء مادي وهناك اعتداء غير مادي يعني نفسي. فالاعتداء المادي واضح الأمور، الأمور واضحة، ولكن الاعتداء الغير المادي بيبقى محتاج تفاصيل أعلى شوية وإدانة أوضح شوية. الحاجيات ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، وما يحتاج إليه لتحمل مشاق التكليف وأعباء الحياة، وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيه الفوضى والفساد، لكن ينالهم الحرج والضيق. مفهوم؟ التحسينيات يعني أفضل شوية، اللي هي ما تقتضيه المروءة والأداب. الواحد يلبس مثلا ملابس محترمة بعيدة عن كشف العورة مثلا، أصبحت هذه من التحسينات. يعني هو إذا ستر عورته كالرجل مثلا وماشي في الشارع أصبحت معيبة، يعني ليس لطيفا أو ليس أدبا منه أن يفعل. مفهوم؟ وهكذا يعني هذا ترك التحسينات، لكن هذه التحسينات تقتضيها المروءة وتقتضيها الأدب وهكذا، وسير الأمور على أقوى منهج. وإذا فقدت لا يختل أيضا نفس الفكرة من فوق، لا يختل نظام الحياة ولا تعم الفوضى والمفاسد ولا ينالهم الحرج والضيق. اللي فوق بقى إيه؟ فوق اللي هي الحاجيات ينالهم الحرج والضيق. واخدين بالنا؟ يعني أنا مثلا في ساكن في بيت مثلا وجاري سد عليا منفذ اللي أنا منافس منه فهذا جزء مثلا من الحاجيات عندي، أصابني ضيق، أصابني حرج، كشف عن أهلي مثلا من مكانه وكذا، هذا جزء من الحاجيات. لكن التحسينيات إنه هو الشيء الأخلاق اللطيفة التي يحتفظ بها الإنسان بمرؤيته وإنسانيته المعتادة يعني. فالتحسينات ترجع إلى مكارم الأخلاق وكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أحسن منهاج، والنظام الإسلامي نظام قويم ينشر الصلاحية والمنفعة للأمة ويراعي حسن التنظيم في المجتمع الإسلامي. أي شيء يخل بهذا النظام أو يسيء إليه يتخذ الإسلام حياله موقفا صامدا لكي لا يعم الفساد والفوضى وكي لا يختل نظام الحياة. تمام؟ لما كانت الجرائم على اختلاف أنواعها مضرة، سواء كان هذا الضرر بنظام الجماعة أو كان عقائديا أو خلقيا، سواء كان فرديا أو جماعيا، شرع في الدين العقاب على الجريمة، حتى في غير الدين يعني في القوانين وغيرها يعاقب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها. عقبت الشريعة عليها حتى تحفظ مصالح الجماعة ولصيانة النظام الذي تقوم عليه الجماعة ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلقة بالأخلاق الفاضلة. طيب ننتقل إلى المؤامرة. كل ده اتكلمنا عن الجرائم. المؤامرة هي غالبا مخفية غير يسير فهم دوافعها، وأحيانا يخفى أسلوبها وليس دائما يتوقع من يشارك فيها. واخدين بالنا؟ لأنه بينفذ حتة في المؤامرة بس، مش أكثر من ذلك. فقد يشترك فيها أفراد من دولة وينفذونها في دولة أخرى، وهناك شخصيات تؤدي إلى تفهمها أو حتى توقعها. يعني لماذا المؤامرات؟ لأنها تحقق في الخفاء ما لا يستطيع أصحابها أن يقوموا مهما بلغت قوتهم الحقيقية أن ينفذوها في العلن. يعني المؤامرة هو بيعملها ليش تؤامر؟ ليش؟ عشان هو يقدر ينفذ بسبب هذه المؤامرة بهذا الخفاء. تخيل معايا قصة آدم عليه السلام. لو الشيطان من الأول خالص قال له إيه؟ كل بقى من دي عشان تطلع من الجنة، خلاص هو كده حذره منه، لكن قاعد يزين له ويحلف حتى وصل إلى هذا الحال. هي كذلك صالحة للتجزيء بشكل عنقودي، وكل عنقود يمثل مرحلة، والحملة النهائية يعرفها المخططون الأساسيون دون غيره، ويمارس بعض الناس أحيانا أدوارا في غاية البساطة دون أن يدركوا خطرها في هذه المؤامرة برمتها.
في الحروب مثلا ربما لو سرب عامل ماء معلومة، كم كأسا من الشاي يستخدم في معسكر الجنود؟ فتكون معلومة مفيدة لمن يحللها، إضافة لأوقات تواجد القيادات مثلا، مكان قيادة وهكذا. يعني عندنا مثال في غزوة بدر من فكرة الاستنتاج، مين يذكرنا به؟ السيرين. نعم. والصحابة سبعين يعني القوم فضربوهم وعذبوهم. نعم. فلم يزيدوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته سألهم يعني كم يأكل القوم أو كم يذبح القوم؟ قالوا يذبحون يوما 9 ويوما 10. نعم. فقال فهموا يعني بين 900 والمئة والألف. نعم. فعارفة استنباطا من الأحوال العامة بهذه الطريقة. بقول لك ممكن واحد يمارس جزء من المؤامرة ولا عليه أي إيش قصور من وجهة نظري، هو ظن أن هذه المعلومة معلومة تافهة جدا يعني. وأحيانا تمرير التخطيط للحروب يعني بيبتدي يعني يعملوا شيء من التمويه لمثل هذه الأشياء حتى لا تصل إلى الأعداء بشكل آخر يعني. يعني برضو حتى في حرب أكتوبر عملوا أشياء مشابهة، يعني عملوا فكرة وكأن هناك أشياء مختربة عايزين يبعدوها ويصلحوها ومش عارف أشياء مشابهة، وهو في الحقيقة لم يكن كذلك، وكان هو بيخطط إن هو يأتي بمعدات بشكل مختلف إلى آخر هذا. فكرة أيضا حتى التحكم في مجيء التعيينات والأكل وكذا كانت بحساب بحيث إنها لا ترصد، فيفهم منها ان في حشد اكبر الى غير ذلك. يعني هو ولو ردوه الى اولي الامر منهم لعلم الذين استنبطوا. نعم.